بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. طبعا كل عام وحضراتكم بخير. يعني ساعات قليلة إن شاء الله وتبدأ يعني الوقت الحقيقي لبدء المناسك شعيرة الحج لهذا العام. إن شاء الله ربنا يتقبل من كل الحجاج اللي هناك، وأيضا يعني يكون هناك حل إن شاء الله للحجاج اللي تقطعت بهم السبل، اللي كانوا رايحين بتأشيرة زيارة أو غيره. إن شاء الله ربنا ييسر لهم الأمور وكله يقضي فريضة الحج ويرجعوا إن شاء الله بحج مبرور وبذنب مغفور جميعا إن شاء الله. ربنا يتقبل منهم ويحفظهم جميعا ويرزقنا احنا أيضا إن شاء الله حج بيته الحرام في مقبل السنوات إن شاء الله. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق، والعزة الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية في عالمي الغيب والشهادة. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. طبعا دكتور إن شاء الله الأسئلة يعني كثيرة ومتراكمة على يعني الواتساب وغيره من هذه الوسائل المختلفة، لكن إن شاء الله نبدأ بالسؤال الأول. دكتور، أخ سائل بيسأل على مسألة هل يجوز له أن يشتري الأضحية بالتقسيط بالآجل، يعني يدفع ثمنها بعد ما يضحي على أقساط سنوية شهرية؟ إن شاء الله. الحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله في ملك الله في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مجيده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمله في مثله في مثله، وهكذا دولي سرمدا في سرمه بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإن نؤمن على حمدهم، والتأمين دعاء كما أصلنا وفصلنا ذلك في أكثر من حلقة سابقة، حتى نكون بمن الله وقوله أفضل عباد يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم أحيينا عليها وأمتنا عليها، وحققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحيتنا، واعصمنا بمنك وطولك وفضلك ما أحيتنا من نواقضها ونقائضها، فلا عاصم إلا أنت. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك، وشهدت به لك ملائكتك، وشهد لك به أولو العلم من خلقك، واكتب شهادتنا مع شهادتنا يا رب العالمين، كما أخبرتنا في ثانية السبع الطوال وفي ثانية الزهروين، فقلت ولازلت قائلا عليما: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكما نبهت أخي طارق قبل ذلك إلى أن الآية هذه آية عظيمة. أي نعم دكتور. تثبت أن الله يشهد لنفسه، يشهد لنفسه أن يشهد له خلقه، كما حمد في الكتاب نفسه قبل أن يحمده خلقه. الحمد لله رب العالمين، وكفى بالله شهيدا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا، وكل من يؤمن على هذه الدعوة أو يدعو بها، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب يا رب اختم لنا بها يا رب، يا رب اختم بها يا رب، اختم لنا بها يا رب بوجهك الكريم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، استبشارا وتفاؤلا بحديث الصادق المصدوق المعصوم صلاة الله وسلامه عليه: من كان كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، صل ربي عليه وسلم عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابه وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعته رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، في مثله في مثله، وهكذا دولي، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك لسنا من القيامة أولى الناس به. اللهم آمين. اللهم آمين. وبعده فالأضحية سنة. أي نعم.
سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقد أمر الله حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأبيه، بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالحديث الصحيح يقول في النبي صلوات الله وسلامه عليه: من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. فإذا هي سنة وليست واجبة وليست فرضة، هذا الذي نميل إليه. وبعدين الإنسان إذا لم يجد، يعني تكثر هذه مثل هذه الأسئلة الآن يا خطارق، هذه الأسئلة الآن، يعني أحد السائلين بل أكثر من واحد أرسل إلي يسألني: هل يجوز أن يقترض؟ يقترض لكي يضحي. أيوة. والسؤال الآن اللي حضرت صدرت به الحلقة أنه يشتريها بالتقسيط. أيوة. يشتريها بالتقسيط سدد بعد ذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما دام يجد سعة لأن يسدد ولأن يفي. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما استلف من بعض الإيه من بعض الصحابة شيئا ثم رد إليه وقال له: إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. الوفاء والحمد. عنده الراتب بتاعه ينزل آخر الشهر، عنده مكافأة الخدمة، عنده يعني مصدر سيأتيه بعد العيد يتمكن من أن يسدد ثمن الضحية، فلا بأس بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن ليس واجبا، ليس واجبا عليه، هو سنة، فمن فعلها له ثوابه ومن لم يفعلها لا إثم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله. طب بالنسبة أيضا لمسألة الأضحية دكتور، كان في طبعا سؤال أيضا متكرر الحقيقة كتير جاء على الواتساب، يعني الإخوة بيسألوا عن مسألة قص الأظافر وعدم حلق الشعر، يعني هل تمام. لازم هذا الأمر ولا ممكن يعني واحد هيضحي ويقص ظوافره عادي يعني؟ تمام. النقطة دي طبعا كثيرا أخي طارق ما تأتينا هذه الأسئلة في مثل هذا الوقت. نعم. والدافع إلى هذا، الدافع إلى هذا هو الحديث الشريف الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر، إذا نص الحديث إذا دخل العشر، والمقصود بها عشر أوائل ذي الحجة. نعم. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك فليمسك عن شعره وأظفاره، الشعر الداخلي والخارجي وأظفاره فليمسك. هنا اللام طارق حبيب، اللام هنا لام الأمر، ويمسك فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون لأنه صحيح فليمسك. ولكن هل الأمر هنا للوجوب أم الأمر هنا للندب؟ هنا السؤال. معايا طارق؟ أي دكتور معايا. افهم دقائق اللغة. فليمسك اللام لام الأمر، ويمسك فعل مضارع وقع بعد لام الأمر فيكون فمجزوم، فمجزوم علامة جزمه، علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. السؤال: هل هذا الأمر للوجوب بمعنى أنه الإنسان يجب أن يمسك عن شعره وأظفاره إذا أراد أن يضحي، ولا الأمر للندب؟ الذي أحيل إليه وعليه كلمة العلماء أنه الأمر للندب وليس للوجوب. والذي الندب بصور يعني ما فيش عليه ذنب يعني. أيوة. والذي صرف الأمر هنا برضو قلت الأخ الحب لخطار أكثر مرة ولمتابعي هذا البرنامج وهذه القناة مباركة، قلنا أثناء طلبنا للعلم أكاديميا كان عندنا علم يسمى علم الحديث الموضوعي. أين الحديث الموضوعي؟ ما هو الحديث الموضوعي؟ هذا الموضوع نجمع كل الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد. أين المتقدم منه والمتأخر، الناسخ منه والمنسوخ وكذا. فلذلك فائدة جمع هذه الأحاديث المتحدثة موضوع واحد يستخرج من الحكم الفقهي. فإذا كان هذا الحديث ظاهره الوجوب فليمسك، لكن أتى حديث آخر صرفه عن الوجوب. فقد جاء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قلدت لرسول الله هديا صلى الله عليه وسلم. قلدت لرسول، في عندنا في الأرياف في بعض الشعوب العربية والإسلامية اللي بيضحي ببقرة ولا بيضحي بيزفيها في البلد في شارع دائر النحية. صحيح. ويحط عليها كده ايه حبل، ولا الحبل دي هو القلادة. وذلك النص يقول تعالى في سورة المائدة: الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آبائنا البيت الحرام. فبتقول سيد عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قلدت لرسول الله هديه، يعني وضعت القلادة على الهدي ده كناعا ان الايه على ان الـ 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 الانعام البقر الجاموس او الجمل او الضأن اللي وضع في عنقه قلاده، مع ذلك انه سوف ايه يضحى به تقرر الله عز وجل. ايوه.
ولا القلائد ولا أهل بيت الحرام. فبتقول قلدت للرسول الله هديا. الشاهد بقى في الحديث فما حرم على نفسه شيئا أحله الله عز وجل له. هذا حديث آخر يعني دكتور يبين أن الأمر مباح يعني. الحديث الأخر ضرب هذا صرف الأمر اللي في الحديث الآخر فليمسك صرفوه عن الوجوب إلى الندب. أي نعم. ولذلك هذه فائدة جمع الأحاديث. ولذلك هنا بالمناسبة كثير من الناس للأسف الشديد الآن شيخوا جوجل. شيخوا جوجل اعطوا جوجل مشيخة من غير اعتماد من غير توقيع. أي نعم. من غير فبالتالي يدخل على جوجل وبعدين يسأله تنه ماشي. لا 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 أنا أشبهه عندي أشبهه عندي بواحد يعني إيه عندنا صيدلية دكتور طارق يا أخ طارق حبيبي عندنا صيدلية. أي نعم. مين اللي بيصرف في الدواء في الصيدلية؟ الدكتور الصيدلي. دكتور الصيدلي المتخصص اللي معاه مؤهل اللي درس العلم هذا وبالتالي تخصص في تفاهم بينه وبين الطبيب. طيب لما يدخل واحد بقى من عامة الناس يدخل في الصيدلية ومد يده عرفنا عرفه بياخد دواء من الأدوية قد يضره من حيث يظن أنه ينفعه. أكيد أكيد. يضره من حيث يظن أنه ينفعه. هذا هو حال من يدخلون على النت ويدخلون على جوجل وليس عندهم خبرة وليس عندهم التخصص العلمي فبالتالي يسيئون من حيث يظنون أنهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك نحذر من ذلك. وذلك رمز فتالة قال فاسألوا أهل الذكر ما قالش فاسألوا جوجل. بعضهم يقول إن ما كانش جوجل موجود. لا الكلام عفوا في اختراق في الشبكة في رداءة في الشبكات وكذا. ولذلك لا يحسن الدخول لهذا الأمر إلا من كان متخصصا من طلبة العلم الدارس والذي يعني إيه. ولذلك يقول تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم إيه تدرسون. وقراءة تدرسون شوف تعلمون وتدرسون يعني لا يدخل على هذا إلا المتخصص الماهر الذي عنده المهارات الأساسية للمواد ولأدوات البحث العلمية حتى يحفظ من الزلل. ولذلك يعني يقولون من كنا هذا في حلقة سابقة من لا شيخ له فالشيطان شيخه يعني عفوا وبعدين اللي بشيخ الكتاب كثير من طلبة العلم وقعوا في أخطاء وخطايا بسبب ايه بسبب اخذهم العلم من الصحف. وذل قلنا في حلقه سابقه قلنا لا ناخذ العلم من صحفي ولا ناخذ القران من مصحفي فننتبه لهذه النقطه جدا ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور في اخ سائل بيقول ان هو بيعمل في مكه المكرمه وهو عايز يحج هذا العام ولكن بسبب ظروف وضغط العمل لن يستطيع المبيت في منى ايام التشريق فهل يجوز له ان هو يرمي بدون مبيت وهل يجوز التوكيل شخص اخر يعني نظرا لأنه ليس معه تصريح للحج فيوكل شخص آخر يرمي عنه الجمرات أم لا؟ المبيت بمنى أخ طارق حبيبي ليس ركنا من أركان الحج إنما هو واجب من الواجبات. هناك فرق بين الركن والواجب. الركن لا يتم الشيء إلا به مثل قب عرفة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. فلذلك من فاته لقب عرفة في أي لحظة من اللحظات من فجر يوم 9 ذي الحجة إلى فجر يوم 10 ذي الحجة من فاته الوقوف هذه الفترة كلها 24 ساعة دي أخي طارق. أي نعم. 24 ساعة. الوقوف بعرفات زمانه من فجر يوم 9 ذي الحجة إلى فجر يوم 10 ذي الحجة. من الفجر إلى الفجر طول يعني مش من الفجر إلى المغرب. لا لا خلي بالك من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر. نعم. المدة الزمنية دي كلها مساحة لتحقيق ركن الحج الوقوف بعرفة. لكن مسألة بقى الجمع بين الليل والنهار ده واجب. يعني ايه؟ يعني واحد وصل إلى عرفات قبل غروب الشمس يوم 9 ذي الحجة. قبل غروب الشمس، هل ينزل؟ لا. هو كده حقق الركن، صح حجه. لكن بقي عليه الواجب، ما هو الواجب؟ إنه يجمع بين الليل والنهار. فيظل واقف على عرفات إلى أن تغرب الشمس يوم 9 ذي الحجة. لما تغرب الشمس يبدأ يتحرك من عرفة إلى المزدلفة إلى منى وكذا. يبقى بذلك يكون حقق الركن وحقق الواجب. أي نعم. وأكد وقرر الركن في لقب عرفة أن يقف الحاج في أي لحظة من ليل أو نهار من يوم من فجر 9 ذي الحجة إلى فجر 10 ذي الحجة أي وقت. والحديث في ذلك الثابت الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام من الرسول صلى فجر الرسول عليه الصلاه والسلام صلى فجر يوم العيد بالمزدلفه اخي طارق. اي نعم. عين صلى فجر عرفه يوم عفوا صلى فجر العيد يوم النحر يوم 10 ذي الحجه
وأتاه أعربي قال إنه لم يضع جبلا لم يدع جبلا ولا سهلا ولا ودين إلا قطعه وأنضى بعيره، فهل تم حقه؟ قال من صلى معنا، من صلى معنا هذا في جمعة، يعني صلى الفجر في المزدلفة، أيوة المزدلفة، ووقف بذلك بعرفة ليلا أو نهارا. نص الحديث هو ووقف قبل ذلك، يعني قبل فجر يوم، قبل فجر يوم يوم النحر، يوم عشر، يوم العيد، أيوة. أول يوم العيد، من صلى صلاتنا هذه اللي هي فجر يوم العيد بالجمعة أي مزدلفة، من أسماء مزدلفة جمعة. طيب، ووقف قبل ذلك، يعني قبل عيد يوم النحر، وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حقه. ما شاء الله. يبقى ركن، لكن وبذلك يبقى تم الركن. الواجب بقى أن يجمع بين الليل والنهار. ولذلك نفرض واحد يعني شد الرحال إلى عرفات ولم يتمكن من الوصول إلى عرفات إلا بعد غروب الشمس، ودخلت ليلة العيد، ومع ذلك تمكن من الوصول إلى جبل عرفات قبل طلوع فجر يوم العيد. أيوة. تحقق الركن. الحمد لله. الرسول قال فيه الحج عرفة، تحقق الركن، وفاته الواجب، ممكن الواجب يكبر بدم يذبح شاء، وبالتالي صح حقه تمام إن شاء الله، لأنه حقق الركن بالوقوف ليلا نهارا، وفوات الجمع بين النهار يكبر بدم ويكون حقه تماما صام إن شاء الله، صام إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إذا قلنا بقى إن المبيد بنا واجب وليس ركنا، كيف يتحقق هذا الواجب؟ لو أنه أمضى معظم الوقت، معظم الليل، يعني مثلا من غروب الشمس، من غروب الشمس احنا قلنا الأيام، أيام الحج في يوم، يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، أيوة. ويوم عرفة اللي هو يوم 9، ويوم النحر اللي هو يوم 10، وبعدين يوم القر اللي هو 11 و12 و13 وسمي قر لأن الحج يستقرون في منى. طيب، يبقى هو ما تمكنش من أن يبيت في منى الليل كله، لو أنه قضى معظم الليل تم الواجب معظم الليل، يعني مثلا يكون هناك من بعد المغرب لحد العشاء لحد 11 لحد 12، المهم قضى معظم الليل وبعدين ينصرف بحيث يكون عنده دم شمس القبيل، تحقق بذلك الواجب ولا دم عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. لو فاته، لو فاته المبيد منه، يبقى طبعا قد يكون في زحام، مثلا قد يكون في زحام لم يتمكن من المبيد منه في زحام الخيام والزحام الموجود هذا العام ومثله قبل ذلك، لو انه بمحاذاة هذا المكان ايضا حقه صحيح والواجب بتاعه تحقق ولا دم عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم ان شاء الله. الرمي له ان يؤكل اذا كان في مشقه، اذا كان في مشقه ولا يتمكن من حق ذلك الا بمشقه وحرج. وسوره الحج في 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 هذه السوره الكريمه ختمها الله تعالى بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، فله ان يوكل من ينوب عنه كما توكل نساؤنا وكما يوكل كبار السن منا وطعنا في السن منا، يوكل اذا كان في مشقه عليه ولا ذنب عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. اخ سيد الدكتور بيقول ان هو يعني له قريب موجود يعني ذهب الى مكه للحج ولكن بتاشيره الزياره وليست تاشيره الحج، وتم اخراجه من مكه، السلطات اخرجته يعني مع عدد كبير من الناس اللي بنفس ظروفه. سؤال الأخ السائل بيسأل حضرتك، يعني في حالة تم منعه من أداء فريضة الحج فما حكمه وماذا يفعل شرعا؟ يعني هو طبعا إذا فاته هذا، لأنه طبعا لم يتبع النظم التعليم، النظم الأمور التنظيمية أو الأمور الدارية، كان أحرى به أن يتخذ الإجراءات المتبعة بحيث يتمكن من أنه يؤدي فريضة الحج. أما حيل بينه وبين ذلك كما حيل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين دخول مكة في العام الاستثناء الهجرة، لما الرسول رأى في المنام أنهم يدخلوا الكعبة يعني محلق، كما قال تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أننا محلقين ورأسكم مقصرين، وقريش رأسها وألف أديمة أنه لا يدخل هذا العام، وتم تقصر الحجابية واشترط على الرسول أن يرجع هذا العام برغم أنه كان محرم، برغم أنه كان محرم ويريد دخول أداء العمرة، منعته قريش وصدته عن ذلك. فماذا فعل الرسول؟ تحلل ذبح، وذلك النص يقول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يتحلل بذبح ذبيحة، وبالتالي لعل الله سبحانه وتعالى يسر الأمر من قابل فيتخذ الإجراءات ويتخذ الأمور التي تمكنه من أن يؤدي فرض الحق وهو آمن ومطمئن إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله. أخ سيد دكتور بيسأل طبعاً لا يفوتنا فضل. لا يفوتنا أن ندعو من هذا المنبر السلطات في المملكة العربية السعودية لأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم وأن يعينهم الله سبحانه وتعالى على ربط الأمور وألا يحرموا
احدا والا يصد احدا قصد بيت الله الحرام، فهم قاصدون وجه الله عز وجل. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعينهم على ترتيب الامور بنحو افضل من ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب ان شاء الله. دكتور اخ سائل بيسال بيقول ان هو يعني نام عن صلاه الفجر وصحى بالنهار، يعني سؤال الاخ السائل هل يصلي الفجر فقط ولا ايضا واجب عليه ان هو يصلي سنه الفجر كذلك؟ القاعدة في هذا المقام يا أخي طارق، الصلاة كما تؤدى تقضى. أي نعم. مرة تانية، الصلاة كما تؤدى تقضى. لو هو صلى، طبعا الفرض عندي في أداء وفي قضاء، أداء الصلاة إذا وقعت في وقتها كما قال تعالى في سورة النساء إن الصلاة كانت عاملة كتابا موقوتا، وكما قال تعالى في البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما وصف الله تعالى ومدح المؤمنين فقال الذين هم على صلواتهم محافظون على صلاتهم على صلاتهم أو على صلاتهم محافظون. المحافظة أداء الصلاة في وقتها، من صلى الصلاة في وقتها فقد أداها. إذا خرج وقتها، إذا خرج وقتها فتسقط؟ لا تسقط، عليه أن يصليها قضاء. وذلك في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما أنه يصليها فرضها وسنها يصليها قضاء بفرضها وسنها. والسنن الأصل فيها أنها رواتب، السنة اللي هي القبيل بعدها هذه أخطار تسمى رواتب. أي نعم. لماذا تسمى رواتب؟ لأنها مترتبة على الفرض، مترتبة. يعني واحد نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر في وقته، لم يستيقظ إلا بعد ما طلعت الشمس. طيب لما يتوضأ يصلي السنة أولا وبعدين يصلي الفرض، لأنها سنة راتبة لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في فضل هذه الصلاة السنة القبلية للفجر، قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. السنة بس خير من الدنيا وما فيها، فلربنا يعينه. اللهم لا تحرمنا هذا الخير، اللهم لا تحرمنا، ما نطلب من هذا الخير يا رب، اللهم انت من هذا الخير، واللي يطلب لنا الخير من الدنيا يطلب لنا الدنيا. ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالذي يمن الله عليه من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا فيحافظوا على ركعتي الفجر اللي هي السنة دول فليبشر، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقه من الدنيا فوق ما يتمنى وفوق ما يرجو، لأنه رزقه خير مما هو خير من الدنيا. وبعدين إذا كان هذا في السنة فما بالك في الفريضة؟ ولذلك يعني هناك حوالي 15 بشارة لمن يصلي الفجر في وقته، منها أنه يدخل في ذمة الله ويدخل في جوار الله عز وجل، يعني ومنها أنه يتمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. مرة تانية هو تالتة هي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. المقصود صلاة الفجر وصلاة العصر. اللي يحافظ على صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وعلى صلاة العصر قبل غروب الشمس، الله سبحانه وتعالى يمتعه بالنظر إلى وجه الكريم. ولذلك لما تقرأ في الآية المحنس عن الرؤية يوم القيامة يقول تعالى في يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أي نعم. الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة، اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، كما قلت في الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حاسسه فيما شهدت أنفسهم خالدون لا يحزمهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا ممكن الذي كنتم توعدون، إلى آخر هذا النص الكريم. طيب دكتور، معنا الأخت فاطمة من مصر. أستاذة فاطمة تفضلي. أستاذة فاطمة سمعنا؟ أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، كل سنة وحضرتك طيبة. تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير وفضيلة الشيخ، ربنا يزيده علم ويرفعه شأنا يا رب، اللهم آمين. اللهم آمين. من فضلك هو في سؤال كده يعني بسيط، يعني في أخت كانت زعلانة من بنتها شوية، هي مريضة ومش عايزة البنت تنزل معاها أو كده، فقالت لها والله العظيم ما أنا واخداكي في أي حتة تاني خدت بال حضرتك، فبعد كده هي تعبت فاضطرت إن البنت تروح مع أمها خدتها وراحت بيها للدكتور، فقالت لي أعمل إيه؟ فقلت لها أعتقد يعني والله أعلم حسأل فضيلة الشيخ بس أنت يكون عليك كفارة، فجت ادتني مبلغ بسيط ما ينفعش إطعام 10 مساكين،
فأنا سؤالي بقى، هل ينفع إن مثلا أخد أنا دلوقتي في العيد إن شاء الله هطلع مثلا لحمة ورز أحطهم ضمن الحاجات اللي هطلعهم بنية العشرة المساكين بتوعها، لأن هي ما تقدرش تطلع أكتر من كده، ولا أنا أكمل لها من معايا وأطلع وأطعم 10 فقراء؟ طيب وهي مقدرتها أخت فاطمة، مقدرتها اللي هي المبلغ اللي ادتهولك ده؟ ايوه هي مختارتها دي، بس يعني هي منها مريضه كمان وكده، وانا كمان يعني شاكه هل اليمين ده يجوز له كفاره العشر ايام دول ولا ده يمين لغو، انا مش عارفه. خلاص وصل سؤالك يا اخت فاطمه. دكتور الاخت فاطمه بتسال، اشكرك خليك معانا على الخط يا اخ طارق حبيبي، خليك يا اخت فاطمه معانا. بتسال دكتور على يعني لها اخت قالت لبنتها ان حلفت يعني انها والله مش هاخدك معايا في حته تانية يعني، فاخرتها فعلا اضطرت انها تاخدها في احد المشاوير، فسؤالها عن هذا الحلفان يعني تكفر عنه ازاي مع العلم انها مريضه وفقيره يعني. السؤال الاول اخ طارق هو ربما تكون اختنا التي يعني صاحبه الحاله نفسها، مش اخت فقط، هي صاحبه الحاله حلفت على بنتين، قد تكون قصدت انها حلفت على بنتها ما تاخدهاش معاها مده معينه مثلا خلال اسبوع او الا اذا كانت يعني ايه مضطره. فعلى الحديث يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والحلف على نيه الحالف، الحالف هذه مقررات من القواعد الشرعية، الحالف على نية الحالف. يا ترى هي ماذا كان في نيتها عندما حلفت عليها إنما تخدش من تها معها؟ هل تقصد مدة معينة؟ فإذا كان في نيتها نية معينة ما تخدش من تها معها وانتهت هذه المدة، مثلا حلف إنما تأخذهاش معها أسبوع مثلا في نيتها في قلبها وربنا أعلم بها كما قال تعالى ربكم أعلم ما في نفوسكم، فإذا كان في نيتها إنما تصحبهاش معها أسبوع وانتهى الأسبوع وخليتها معها بعد كده بعد الأسبوع، يبقى لا يبقى يمينها نفذ وحلف على يمينها كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون سورة المائدة. ده جانب أو ده تخريج. التخريج الثاني، إذا كانت هي تقصد بهذا اليمين يعني عفوا التهديد والزجر والرجع لبنتها، حتى ان بنتها لما تطلب منها شيء تنهض لتلبيه رغبات امها وتبر امها وتعطف عليها وتقوم بخدمتها، وبنت امتثلت لهذا الحلف وانزجرت وارعوت، بالتالي يبقى اليمين حقق الهدف منه، وبالتالي اذا قدتها معها بعد ذلك لاي شر يبقى يمينها نفذ ولا اثم عليها ولا كفاره عليها ولا زمن كفاره. فالحقيقه بتبقى يعني مسائل تاتي تحتاج الى تعمق في النظر والى سبر غبر السؤال حتى نتمن هل على كفاره ولا على الكفاره. بهذين التخريجين ليس على الاخت اللي حفظ على بنتها كفاره ولا يتم الشيء فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. طيب لكن اذا كانت حلفت حلف يعني حلف دائم، حلف دائم برضو اليمين ده، هل يا ترى يمين منعقده ولا يمين لغو؟ برضو ده تخريج ثالث. اذا كانت يمين منعقده يبقى لو وقعت يبقى الزمن كفاره، لكن اذا كان يمين لغو غير مقصود غير منوي غير مراد يبقى لا اثم عليه ولا كفاره، لان الله سبحانه وتعالى يقول في المائده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، وفي سوره البقره لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يبقى كسبت في البقره وعقدتم الايمان في سوره المائده. فاذا كان يمين لغو غير منعقده لا يلزمها شيء ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعدين محتاجه ان بنتها تخدمها، يعني بعض السلف الصالح يعني بعضهم يقول أتمنى أن أكون عند أمي أخدمها كما كانت تخدمني، أرعاها مثل ما كانت ترعاني، أحملها مثل ما كانت تحملني. فيعني بعد ما يكبر الأب وتكبر الأم يحتاجون إلى رعاية الأولاد، ولذلك اسمع ما يقول تعالى في هذا المقام إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة. أدعو والمشاهدون يؤمنون معي، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، وزم عنا خيرا ما جازيت والدينا عن أولادهم رب العالمين. آمين. إن شاء الله سبحانه. آمين يا رب. تقريبا دكتور الاخت فاطمه لسه معانا عندها يعني ايوه السؤال بتاعها بتقول هي في العيد هتوسع لحمه ورز ايوه لكن ليست اضحيه. اختنا ابنتنا فاطمه اللي كانت معنا على الخط بتقول هتوسع في العيد لحمه ورز، توزيع لحمه ورز ده يبقى صدقه ليس اضحيه، لان يشترط في الاضحيه ان تذبح الذبيحه على انها اضحيه، يعني عندما يذبح الجزار رقبة الخروف أو البقرة أو الجاموس أو الماعز يقول بسم الله اللهم تقبل هذا أضحية عن فلان، ومثلها العقيقة اللهم تقبل هذه عقيقة عن فلان اللهم تقبل هذه عن فلان، لكن توزيع لحمة تذبح بقرة تذبح جاموسة تذبح ناقة تذبح جمل هذه صدقة ولكن ليست أضحية. نعم. نعم دكتور.
أيوة أستاذ طارق من فضلك. تفضلي يا فاطمة. سمعني حدث. أولا هو اللي أنا هطلعه ده صدقة، أنا مش دي أضحية أنا عارفة. تمام. لكن هو الأخت اللي سحلفت دي طبعا عندها عزك الله كان عندها كانسر وكانت في قمة الغضب لأنها عايز تاخد البت تنزل معاها، والبت اتحججت أنها تعبانة فقالت لها والله ما أنا واخداك في حتة تاني، وخدت بعضها ونزلت لوحدها. فهو كان ساعة غضب يعني فعلا يعني ساعة غضب وكده. أيوة. ساعة غضب. لعل الله يعفو عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويعني يعفو عنها ويسامحها على هذا اليمين، لأنها في أمس الحاجة إليها. وإذا كانت بنتنا ابنتنا اللي هي بنت الأخت المنظمة، إذا كانت تسمعنا أو تسجل الحلقة أختنا فاطمة تبلغها وتخليها تسمع الحلقة دي، تراجع نفسها وتبر أمها وتعمل حسابها أنه كما تدين تدان، وفي الأثر البر لا يملأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، علي أن تحسن إلى أمها وأن تقدر الظروف الصحية وأن تقوم بخدمتها، وهذا باب لها من أبواب الجنة. الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن للأسف الشديد بعض الناس بيفهم الحديث ده يا أخي طارق، يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، إيه اللي تحت أقدام الآباء؟ لا يا جماعة، نفهم الكلام صحيح، الوالدة والوالد. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الوالد كان الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضع ذلك الباب أو احفظهم. فلذلك بنتنا هذه ربنا يعفو عنها وتكفر عن ذنبها هذا، وتكفر عن يعني كون ان هي ما تهمش لخدمة امها. ضاق صدر امها اذا كان ربنا نهى عن كلمة اف، اللي هي يعني ابنى كلمة اللي بيها يدخل الضجر والضيق في صدر الاب والام، ما بالك بالفعل نفسه اذا كان القول يدخل الضجر والضيق ونهى الله عز وجل عنه، فما بالك بالفعل الذي يدخل الضجر والضيق الى هذا الحد. فيعني بنتنا هذه تسارع الى استرضاء امها، وتسارع الى يعني ايه طلب تستعتبها، وربنا يعفو عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. اخ سيد الدكتور بيسال بيقول ممكن اعرف حكم اختلاط الرجال والنساء في صلاه العيد وموقف الشرع من هذا الامر؟ طبعا الاختلاط ممنوع، الاختلاط ممنوع في حتى في العبادات، يعني في الصلاة يعني كانت تصف الصفوف بالنسبة للرجال، تصف الصفوف بالنسبة للنساء، الرجال في الأول وبعدين نساءكم في الآخر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها، والحديث صحيح أن الله ملائكته يصلون على الصف الأول، وشر صفوف الرجال آخرها، شر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها. ليه كان خير صفوف النساء آخرها؟ ليه؟ لأنها بعيدة خالص عن الرجال، بعيدة خالص. أعيد مرة ثانية، خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاط ممنوع، ممنوع لا يكون شرعا، حتى في الزيارات، مش في العبادة فقط، في الزيارات العائلية، الزيارات العائلية. ولذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى في مجلس العلم، في دور العلم، في المعاهد والمدارس والجامعات، الأصل فيه عدم الاختلاط. ولذلك وافدة النساء واحدة كلفت من قبل النساء الصحابيات أن تلتقي بالرسول وتتحدث باسمهن، فقال الرسول غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال، يعني أخي طالب حديث عند البخاري وغيره، غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال خلوا وقتك كله مننا، الرجال خلوك مننا، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، خصص لنا يوم. أصل ما فيش حد مشغول شغل الرسول عليه الصلاة والسلام، شغل الدعوة وشغل الأمة والجهاد وكذا، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه ووعظهن، وكان مما قال لهن ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كنا حجابا لها من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. راوي الحديث يقول ولو قالت واحدة واحدا لقال وواحدة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبت أن أحد وزراء المعارف في مصر، أحد وزراء المعارف، ويوم أن كانت وزارة التربية تسمى وزارة المعارف يا أخي طارق. أي نعم دكتور. كانت تسمى وزارة المعارف، واحد يعني تولى وزارة المعارف قال لا أجد نصا في القرآن الكريم ولا في السنة يمنع من الاختلاط بين الرجال والنساء. يقول اهو
لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة يمنع الاقتراب. طب أين أنت من هذا الحديث؟ أنت ما شاء الله قرأت صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن، السنن كلها الأربعة للترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داود وموطأ مالك ومسلم الإمام أحمد بن حنبل وسنن الدارمي وسنن سعيد المنصور وسنن ابن أبي شيبة وغيرهم وجامع المسند والسنن 38 مجلد للحافظ ابن كثير. ما أكثر هذه الكتب؟ حديث صحيح. غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه ووعظهن فيه وكان ما قالهن إلى آخر الحديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما مع أزواجه في البيت ومعه زوجتان من زوجاته رضي الله تعالى عنهن أمهاتنا، وبينما هو على هذا الحال إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم معايا أخي طارق؟ نعم دكتور. عبد الله بن أم مكتوم الذي أنزل الله تعالى في شأنه سورة عبس وبعدين فيه لفتة هنا كريمة جدا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبس في وجه الرجل الأعمى. سبحان الله. عاتب النبي أنه عبس بوجهه في وجه الأعمى الذي لا يراه، فكيف يكون عبوس في وجه من يكون بصيرا؟ شوف اللفتة الكريمة، يعني اسلوب الدعوه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما ذلك لعله يزكى او يذكره فتنفعه ذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذكره. فبينما هو مخدم عبد الله بن مكتوم هذا والرجل بصير. تبارك كلام يا اخي طارق بصير يعني ايه؟ من عادة العرب ان تسمي الايه؟ الانسان يعني ايه؟ يقال للذيغ يقال سليم، تفهم انه سيسلم من هذه اللغة، ويقال للاعمى يقال بصير. فلما اقبل ابن ام مكتوم فالرسول قال لزوجتيه اللي كانوا قاعدين معاه احتجبا. خذوا لكم جانب، خذوا جوه احتجبا. فقالت احداهما اوليس اعمى رسول الله؟ ليه نحتجب؟ ليه نخرج جوه ليه؟ بعض الناس يقف في الاستقبال وفي الصالون ويستقبل وزوجته واولاده يستقبلوا، هذا غريب على اسلامنا، غريب على عقيدتنا، غريب على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال لزوجتي احتجبا والقادم رجل لا يرى النساء، لا يرى احد يرى النساء، عبد الله بن مكتوم. فلما قال لزوجتي احتجبا قالت احداهما يا رسول الله اوليس اعمى؟ قال لهما عليه الصلاه والسلام معايا اخي طارق؟ نعم دكتور. قال افعم يومان انتما لا تبصران؟ يعني هو أعمى شر تولته، أفعم يواني أنتما لا تبصراني؟ فاحتجب. ولذلك يعني ولذلك النص عندنا الكريم في سورة الأحزاب تبين الحجاب، يقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمن ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حقا تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عن حرج في أزواجه عند قضى منها وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان عن النبي من حرج إلى أن آية أخرى يقول تعالى يا النبي يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وبعدين يا أخي صالح ولا مستأنسين لحديث إن داركم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منها. الآية هي وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى مجلس العلم والصلاة والعبادة، مجالس العلم في المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها وفي المساجد ممنوع الاختلاط، فكيف يكون في الصلوات؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمعه شيء. نعم. جزاك الله خير. دكتور الأخت أم من محمد من مصر، محمد اتفضلي. ثلاث أسئلة. أهلا بك أستاذ محمد. السؤال الأول أنا صمت. أهلا بحضرتك أستاذ طارق، كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة. تمني حضرتك. سامعك كويس. ربنا يبارك في عمرك وفي عمر الشيخ. ثلاث أسئلة معلش بس هم يعني صمت في شوال ثلاث أيام بس وما قدرتش تعبت ما كملتش يعني تمام فأكمل عادي بقيت السنة ولا كده خلاص راحش علي صيام في شوال تمام ده السؤال الأول. السؤال الثاني أنا ماشية بالسنن إن أنا بصوم بصلي الاثنين قبل الفجر والحمد لله والضحى وبصلي اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء ماشية بكده والعصر ما بصليش قبله ده 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 حلو كده ولا أنا أصلي الأربعة اللي قبل العصر تمام. أنا ماشية باللي هم العشرة بالحديث بتاع العشرة تمام. الثالث السؤال الثالث فيزة المشتريات عاملينها الجوزي في الشغل
هم بياخدوا 3%، فبيقول لي ده دي رسوم مش فوائد. فانا مش عارفه يعني هو يعني عاملينها له في الشغل والباقي بيخصم من المرتب يعني. تمام. طيب لو جبنا اي حاجه يعني وكده، فعايزه اعرف هي دي فيها حاجه يعني ولا خلاص. ماشي دكتور، خليك اخت محمد معنا، خليك عشان لو الشيخ طلب منك. ماشي اتفضل حضرتك. دكتور السؤال الاول لاخت محمد عن مساله صيام الست من شوال، هي صامت 3 في شهر شوال ولم يتبقى لها يعني ولم تكمل، فهل ينفع تصوم بعد كده ولا لا؟ خليها معانا على الخط. هي معانا دكتور ان شاء الله. الجواب سبق ان قدمناه، تصوم ان شاء الله. ان شاء الله يا اخت محمد اذا تسمعينني جزاك الله خيرا، اكملي صيام الايام الستة حتى لو انتهى شهر شوال. ولعلي قلت في هذا البرنامج سفتنا قلت يوجد ليس من باب الدعاية إنما باب الدلالة على الخير، والحديث الدال على الخير كفاعله، والحديث من دعا إلى هدى كان مثل أجر من تبعه من غير أن نأخذ ذلك من نجوم شيئا. على موقع النت 31 حكمة ودلالة في صيام الستة أيام بعد رمضان ولو بعد شوال. مرة ثانية أخي طارق. أي نعم. 31 حكمة ودلالة في صيام 6 أيام بعد رمضان ولو لم يكن في شوال. ولو لم يكن في شوال. ولو لم يكن في شوال. ليه؟ لأن الأدلة تقول مطلوب مني أنني أصوم شهر كامل وأصوم 6 أيام، الشهر 10 أشهر وست أيام بشهرين. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي استفدت منه إنه يمكن صيام أيام 6 ولو في غير شوال، الحديث يقول شهر بعشرة. معايا اخي طارق؟ اي نعم دكتور. شهر بعشرة، يعني ايه بعشرة؟ الحسن بعشرة امثالها، من جاء الحسن فالعشرة امثالها، يبقى صيام شهر ثوابه 10 اشهر، والست ايام بشهرين، يبقى 10 و2 يبقى 12 سنة، واللي يصوم على ذلك كل سنة، يصوم رمضان ويصوم 6 ايام بعد منه في شوال في ذو القعدة في ذو الحجة في المحرم في صفر في ربيع في أي شهر، يبقى تحقق له صيام الدهر. وأيضا الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من فطره بإطلاقه لم يقيد، وبالتالي ممكن تصوم الأيام الستة دي. وأيضا اللهم صل على محمد، مطلوب عندي العدد لازم أصوم 36 يوم، 6 دول رمضان طبعا قطعيا، وبعد 6 أيام في أي شهر شوال ذو القعدة ذو الحجة، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان أتبعه أي أخي طارق؟ 6 من فطره. أدي حديث، لكن الحديث المشهور إيه؟ المشهور 6 من شوال. من 6 من شوال. الرسول قال من شوال ولم يقل في شوال. أخت محمد أرو وابنتي محمد خلي بالك، الرسول قال وأتبعه 6 من شوال ولم يقل في شوال. لو كان قال في شوال يبقى لابد أن تقع الأيام 6 في شوال، وقلنا هذا الكلام غير صحيح، لأن الرسول قال نص الحديث صحيح وأتبعه 6 من شوال، فمن دي ابتداء الزمان يعني ابتداء من شوال، ولذلك من قلنا انها تاتي لابتداء الزمان. قال تعالى: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، ابتداء الزمان. من تكون ابتداء المكان، قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى. ومن تكون للتبعيض، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمن في الحديث من 6 من شوال يعني ابتداء من شوال. فنداء من هذا البرنامج المبارك، اي مسلم رجل كان او امراه كبير او صغير فات شوال ولم يصل الأيام 6، لا عذر له في أن لا يصوم، له أن يصوم، وإن شاء الله الأجر منفور ومكتوب له إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. سؤالها الثاني دكتور عن السنن الرواتب، إنها بتصلي يعني 2 قبل الفجر، 2 قبل الظهر، و2 بعده، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، لكن ما بتصليش 4 ركعات قبل صلاة العصر، فهل لازم تصلي 4 دول ولا كده مظبوط؟ ماشي أخضر. هي بتقول حسب الحديث، الحديث الأصل 12 ركعة أخي طارق، 12 ركعة ابنات محمد 12 ركعة. الحديث يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ال 12 ركعة دول الاثنين قبل الصبح، نتكلم عن السنن الرواتب اللي هي المؤكدة دكتور، ها؟ اللي هي السنن المؤكدة. ايوه المؤكده، واللي هيحافظ عليها ربنا يبني له بيت في الجنه. أينا. 2 قبل الصبح لسنة الفجر، قل لعنة منذ قليل ركعة الفجر خير من الدنيا وفيها، و4 قبل الظهر. 4 قبل الظهر مش 2. ايوه يبقى لي كام دلوقتي؟ اي نعم كده 6. 6 و2 بعد الظهر يبقى كده 8، و2 بعد المغرب يبقى كده 10، و2 بعد العشاء يبقى كده 12.
هذا ال 12 فيهم الحديث الصحيح من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب بالنسبة للعصر، العصر له سنة قبلية لكن غير مؤكدة، وفي حديث صحيح دعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يصلي هذه السنة، جاء فيه رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فإذا كان عندك وقت يا أختي محمد صلي، ابنتي محمد إذا كان عندك وقت صلي سنة العصر تنالي بركة دعوة الرسول بالرحمة. رحم الله، والحديث الصحيح رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أيضا في للمغرب سنة قبلية ولكنها غير مؤكدة، في الحديث عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين 3 مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ولذلك كانت غير مؤكدة. ايضا قبل بين الاذان العشاء وقبل الاقامه برضه في ركعتين لكن غير مؤكده، للحديث الصحيح بين كل اذانين صلاه، ذلك كله يعني كله ثابت باحاديث صحيحه ثابته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. دكتور، سؤالها الاخير عن مساله فيزا المشتريات، ان هي بيبقى فيه زياده 3% وزوجها بيقول ان 3% دول مصاريف اداريه. حضرتك يعني عارف فيزا المشتريات بيكون يعني لو الاخ يعني الشخص تاخر بيبقى فيه زيادات او بيبقى فيه غرامه تاخير وما الى ذلك، فالحكم في هذه الفيزا هو اخ طارق، هو الكلام هنا مش كلام زوج بنتنا ام محمد، الكلام هنا كلام البنك او الجهه اللي طبعت الكريدت كارد ده. اذا قال انها رسوم اداريه خلاص رسوم اداريه، بس الشرط يكون اسلامي اولى، رسوم اداريه. اما مساله ان هو لو تاخر عن السداد حصل فوائد يبقى ده عقد ربوي، وبالتالي لا يجوز اصلا الدخول في عقد ربا، لان الحديث الصحيح لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده وقلبه هم فلوس السواد. وايضا لو انه واحد مثلا دخل في عقد بالتقسيط زي ما بلغنا الحلقه، واحد هيشتري اضحيه بالتقسيط وبعدين هيشترط عليه ان هو لو تاخر في قسط من الاقساط يحصل فوائد، يبقى لا يجوز له، لان العقود الربويه لا يجوز الدخول فيها اصلا، حتى وان نوى انه يلتزم بالاقساط في موعده حتى لا في التاخير، لا يجوز له الدخول في هذا العقد ابتداء. للحديث لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده وقلبه فلوس السواد وهم فلوس السواد، والقاعده كل ما ادى الى حرام فلا حرام، قد لا يضمن الظروف، قد لا يضمن ان يطرا له طارئ لا تمكن من السداد، فبالتالي يقع عليه فوق التاخير وبالتالي دخل في عقد محرم من الاساس، لا يجوز فيه الدخول ابتداء. نعم. أختي سائلة دكتور بتقول هل صيام يوم عرفة من السنة أم لا؟ الحديث صحيح، حديث صحيح ثابت عن بل صيام الأيام التسعة كلها، 1 ذي الحجة، 2 ذي الحجة، 3 ذي الحجة، 4 ذي الحجة، 5 ذي الحجة، 6 ذي الحجة، 7 ذي الحجة، 8 ذي الحجة، 9 ذي الحجة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام، وبالتالي صيام يوم عرفة أتمها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله تعالى أنه يكفر الذنوب سنتين، يعني صيام يوم واحد ربنا بيكفر به ذنوب 700 يوم، ذنوب 700 يوم ربنا يكفرها بصيام يوم واحد فقط، لأن الرسول قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. وقلت في حلقة سابقة إن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه كما غفر لنبيها ما تقدم من ذنب وما تأخر، كما ثبت بذلك في القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله تعالى أعطى هذه الميزة لأمته، فمن يصوم يوم عرفة يكفر الله له ذنب سنة ماضية وسنة قادمة، سنة فاتت وسنة قادمة. تصور بقى لو يصوم كل سنة خطارق يوم عرفة، وطبعا يوم عرفة لمن ليس بعرفة، صيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة، لكن من كان بعرفة ربنا يحملنا في بره وبحره على فرته ودوابه وأنعامه إلى عرفات بوجه الكريم أعواما عن وزمة المدينة، من بعرفة لا يسن له الصيام إنما يسن له الفطر. فلعل إحدى يعني لبابة أم الفضل بن العباس زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن تعرف أن الرسول صائم يوم عرفة ولا لا، معنا خطارق؟ نعم دكتور. أردنا أن تعرف الرسول صائم وهو بعرفة ولا لا، فأرسلت إليه قدحا من لبن والرسول راكب على الناقة يوم عرفة على عرفات، فأرسلت إليه القدح، إن كان صائم هيرده، إن كان مفطر سيتناوله، فلما فما إن وصله القدح حتى تناولوه وشرب والناس ينظرون، فعرفت أن الصيام بعرفة لمن ليس بعرفة حتى يتمكن من أداء الشعائر ويتمكن من التنقل بين المشاعر وذكر الله عز وجل. دكتور لسه دقيقة واحدة، لو هناك يعني دعاء دكتور ربنا يجعلنا كده إن شاء الله يرزقنا الحج ويتقبل من الحجاج هذا العام إن شاء الله.
لأسماء الله الحسنى وصفات العلو رحمة المنزلة سلم الحجاج والمعتمرين من وصلوا ومن هم في الطريق إلى عرفات يا رب بوجهك الكريم سلمهم وغنمهم يا رب سلمهم وغنمهم يا رب سلمهم وغنمهم يا رب اكتب لنا ولهم جميعا حجة لا سمعة فيها ولا رياء اكتب لنا ولهم يا رب حجة لا سمعة فيها ولا رياء اكتب لنا ولهم يا رب حجة لا سمعة فيها ولا رياء سلمهم وغنمهم يا رب العالمين اجبر بخاطرهم يا رب العالمين لا تردهم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور بأسمائك الحسنى وارزقنا إياهم العودة إلى بيتك الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة بأسمائك الحسنى وصفات العلى ورجال آخر العهد رب العالمين انصر إخوانا في فلسطين ولا تنصر عليهم مكنهم ولا تمكن منهم ادفع عنهم ولا تدفعهم خزن عنهم ولا تخزلهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة قبل فجر عرفات انصر اخونا في فلسطين ورد كيد صهاينة المحتنى في نحورهم يا رب رد كيد صهاينة المحتنى في نحورهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بالصهاينة المحتنى فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اقم للاسلام في فلسطين دوله وارفع القران في فلسطين رايه اللهم اربط على قلوب اخواننا في ارض الرباط ارض الاسراء والمعراج باسمائك الحسنى وصفاتك العلى رحمتك المنزله لا تقبض ارواحنا الا وانت راض عنا غير عقبان غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة والصلاة والسلام على أهدى الخليقة طريقة وإلى لقاء آخر قريب أسألكم الله الذي لا تضر ودائعه والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين آمين جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والشكر طبعا موصول لحضراتكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.